نترككم مع هذا التقرير من عالم الموضة. فعلى خشبة مسرح فرنسي عريق قدم مصمم الأزياء الفرنسي ستيفان رولون مجموعته الجديدة في الخياطة الراقية للخريف والشتاء القادمين بحضور نجوم المسرح في فرنسا. زميلنا ليث بزاري حضر عرض الأزياء وأعد لنا هذا التقرير، نتابع. في أحد أعرق مسارح مدينة الأنوار باريس، مسرح شاتليه، قدم مصمم الأزياء الفرنسي ستيفان رولون مجموعته الجديدة للخريف والشتاء المقبلين في الخياطة الراقية أو الأوت كوتور، وأراد من خلال هذا العرض تكريم المغنية الفرنسية الراحلة باربارا، وذلك بتصميم فساتين حالمة وقطع تذكر بحقبة خمسينيات وستينيات القرن الماضي. بالنسبة لي المغنية باربرا هي إحدى أكبر فنانات العالم، ومنذ زمن بعيد أحلم بحياكة هذه المجموعة تكريما لها. الذي قدمت ليس ما كانت ترتدي هذه الفنانة، ولكن مظهرها وشكلها. شوهدت قطع الأزياء المسرحية ذات الحجم الكبير والثنيات العريضة والقصات الراقية على خشبة مسرح العرض، وتمايلت العارضات بفساتين أنيقة بدت تناسب امرأة تقصد عرضا مسرحيا أو أوبراليا. ولم يتردد المصمم بدعوة إحدى أشهر نجوم المسرح الفرنسي الممثلة فاليري لوميرسييه لتكون جزءا من العرض بطريقة مسرحية فنية. إنه عرض رائع، أحببت جميع القطع. ستيفن يعرف جيدا كيف يصمم للنساء قطعا مبهرة، هو صديق قديم، وارتديت إحدى أعماله في حفل تسليم جائزة السيزر، كما ارتديت قطعة في الفيلم الذي قدمت والذي يدعى ألن. اليوم كان عرضا غير عادي. عارضة الأزياء الإسبانية نيفيس الفاريس كانت هي كذلك جزءا من عرض مجموعة غولون. افتتحت العرض بمظهر أنيق بلون أسود، فيما وظهرت لاحقا في فستان أحمر وردي يعكس رقي مجموعة خياطة رفيعة بامتياز. أما أدريانا كاغومبو عارضة الأزياء العالمية تعود لتظهر من جديد في أسابيع الأزياء الباريسية لحضور هذا العرض الذي يمثل فن الحياكة الفرنسية. عرض جميل. أعرف ستيفن عندما كنت أبلغ من العمر 20 عاما، عندما بدأت عملي كعارضة أزياء. إنها قصة صداقة جميلة منذ 30 عاما، ودائما يقدم قطعا جميلة. يحرص دائما هذا المصمم الفرنسي أن يدخل ديكور عرض أزيائه بما يستوحي من أفكار للقطع التي يحيك، واليوم يعد هذا الصرح المسرحي الفرنسي التاريخي تياتر دي شاتليه الأقرب لتجسيد فكرة هذه المجموعة الخريفية الشتوية للخياطة الرفيعة أو الأوت كوتور من عرض أزياء ستيفان رولون. ليث بزاري.